يعني بلاش بوزيشن، خلينا برضو مش فاهمين الحته اللي انت بتلعبها في الملعب. انا راجل بلعب في النادي الاهلي، فقلت قبل كده لما المدرب يقول لي العب هنا او هنا على قد ما اقدر هلعب، حتى لو مش بتاعتي او مش هقدر العب فيها 100%، لكن هحاول عشان خاطر الفرقه. انا يمكن السنه دي ما لعبتش خالص في مكاني، كل شويه بلعب هاف رايت وهاف ليفت، وانا الخط ده اصلا يعني مش بتاعي، لكن بحاول ادي فيه. اكتريت الماتشات لعبت ديفندر في كاس العالم، لعبت ديفندر في بطوله افريقيا، لعبت ديفندر حتى اخر ماتشين بتاع اخر 3 ماتشات، 2 دوري بتاع الجيش وسيراميكا كنت بلعب ديفندر، ماتش حتى افريقيا اللي فات بتاع 4-0 اللي فات برضو كنت بلعب ديفندر. فانا ما بلعبش مكاني، لكن الحمد لله السنه دي يمكن انا يمكن شريف وبيرسي تاو وانا معاهم في اكتر لعيبه في الفرقه مشاركه بالاهداف والاسيستات يعني، فبحاول على قد ما اقدر، لكن انا مش مكاني وبتاع، لكن هعمل ايه يعني، دي ظروف. ناس بتقول ان قفشه زعلان، طبعا انا ببقى زعلان جدا لان انا دايما ببقى عايز العب، دايما ببقى عايز اشارك. اه بالظبط، وانا من النوعيه اللي ما بحبش اقعد على الدكه يعني، بحب العب، بس طالما دي وجهه نظر بحترمها وكل حاجه، برجع اتمرن وبركز. وزي ما انت قلت ماليش اصلا، ما بسمعش والله، ولا بشوف تلفزيون، ولا بفتح شاشه، ولا بفتح فيسبوك، ولا بشوف على التليفون اصلا يعني. انا عندي الانستجرام وخلاص، الانستجرام اصلا ما بيجيبش حاجه، بس فده الافضل يعني. يمكن دي